مساء الخير أحبائي. مش عايز يعني الحكاية تبقى رسمية وإن أنا أرحب بضيوف، لأن إحنا كلنا ضيوف حوالين مضيف واحد هو الرب يسوع. الرب يسوع هو مضيفنا اللي بيجمعنا من حوله النهاردة، عشان كده كلنا إخوة من كل مكان جايين علشان نمجده، عشان نرفعه، عشان كلنا نتحد في اننا كجسد المسيح في هذا المكان نبارك بلدنا ونبارك كنيستنا بصلواتنا وقلبنا الواحد معا. نفسي ان احنا نقول الكلمات اللي قالها المرنم من الاف السنين واللي بيعبر بيها عن اجتماعنا النهاردة في مزمور 133. حافظينه كلنا؟ هوذا ما أحسن، كلنا نقول مع بعض هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. لأنه هنا أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. ليتعالى اسمه فدينا ولتمتلئ الأرض من مجده. كل معشر الشعوب احنا جايين نسجد لك يا رب، جايين نصلي لك، جايين بنعلن ان لينا اله ملك الملوك ورب الارباب. نيجي بثقه قدامه، نيجي بايمان قدامه، صرخنا نثق انه مسموع، هتافنا نثق انه بيدخل الى اذن هذا الاله الذي له كل المجد والسلطان. خلونا نقف مع بعض واحنا بنبدا. كل معشر الشعوب للمسيح يسجدوا. كل معشر الشعوب للمسيح يسجدون، اسم مجده إلى الأدهار، اسمه حي مهو وإلى الدهر يكون. باركوه أجمعين، ليتعالى اسم فادينا اسمه ينتشر وبه يباركون، اسم مجده إلى الأطهار، للدهور يذكر وله يطوبون. باركوه أجمعين، ليتعالى اسم فادينا ولتمتلئ الأرض من مجده. آمين. فمبارك رهيب رب كل المتقين، اسم مجده إلى الأطهار، أظهر الصنع العجيب في فداء المؤمنين. باركوه أجمعين، ليتعالى اسم فادينا ولتمتلئ الأرض من مجده. آمين. كل أقطار البلاد تمتلي من مجده، اسم مجده إلى الأطهار، فلتسبح العباد أغاني حمده. باركوه أجمعين، ليتعالى اسم فادينا ولتمتلئ الأرض من مجده. آمين. أنا نفسي نقول ليتعالى اسم فادينا من غير موسيقى، بس
هنسمع كل العالم وكل البشرية ليتعالى هذا الاسم المبارك في وسطنا، ربا وملكا وسيدا ومخلصا، من له السلطان، من له القدرة والعظمة. أمين. ليتعالى اسم فادينا ولتمتلئ الأرض من مجده. آمين آمين. فوق الجميع نرفع اسمك رب قدير للأبد، ملكك دوما. آمين. نثق بك نعظم من مثلك فوق الجميع نرفع اسمك رب قدير. حميد جدا ليس لعظمته استقصاء، دور إلى دور يسبح أعمالك،
بجبروتك، يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهك، بقوة مخاوفك ينطقون بعظماتك أحدث. ده اللي نفسنا الكنيسة تيجي النهاردة يا رب، وهي بتتحد وإحنا بنصلي كده لأمور عظيمة جدا تحصل، بأمور عجائبك نلهج ونحدث بكم صنع بنا الرب، بكم أحسن إلينا، حنان ورحيم. رب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، بارك اسمك الرب كثير الرحمة، الرب صالح
إلى دور فدور سلطانك إلى دور فدور ملكك إلى دور فدور سلطانك في كل دور فدور في كل دور فدور في كل دور فدور سلطانك في كل دور فدور في كل دور فدور في كل دور فدور سلطانك الملوك وجلالك مالي حوالينا ويقبل بيته قدامك اسمك عالي يا فدينا ملك الملوك وكلانا مال الوجود حوالينا ويقبل بيته قدامك اسمك عالي يا فدينا I don't know.
جبر ويا أوفى صديق وين وقف البحر قصاد شعب السلطان
هللويا. وانا قاعد بسمع صوت التسبيح وصوت الاحباء القسوس الجالسين في الصفوف الاماميه بيدوي في اذاني، احسست ما ارهب هذا المكان. بالنسبه لي اللي بيحصل ده حلم صار حقيقة وصار واقعا. حلم أن الكنيسة تجتمع معا لتصلي وتواظب على الصلاة. ده لقاء الثالث لينا لمعا للكنائس في القاهرة من مذاهبها الإنجيلية المختلفة تجتمع معا لتصلي لطلب وجه الرب. والأربع كلمات دول عايز أقف عليهم بس عشان نقول ليه ده حاجة مهمة جدا اللي احنا موجودين فيها، واللحظات اللي هنقضيها ديت احنا هنكمل. احنا بقالنا نص ساعة بنسبح الرب بصلوات مرنمة وبنعليه وبنرحب بوجوده. الكنيسة، مش كنيسة، الكنيسة، مش كنيستي، مش كنيستك، لكن كنيسته. لما بنجتمع معا تبقى الكنيسة، عروس المسيح، جسد المسيح، جاية تصلي، مش جاية تسمع وعظ، مش جاية لمجرد درس كتاب، مع ان الوعظ ودرس كتاب مهم جدا بس احنا بنعمله بانتظام. لكن اكتر حاجة غابت هي الصلاة، ان نجتمع لنطلب وجه الرب، لنصرخ أمامه. وده اللي هنشوفه ازاي في الكنيسة الأولى كان ليه مكانة كبيرة جدا، وازاي أوصل المسيح التلاميذ أن يفعلوا هذا، والتلاميذ عاشوا هذه الوصية بكل أشكالها. لكن جاية بحب معا في وحدة، في وحدة، مش مجرد مذهب معين كنيسه جاية مع بعض، لا، دي مذاهب كثيرة، مختلف المذاهب الإنجيلية اللي فيها فروق عقائدية وفيها فروق في طريقة العبادة، لكن جاية معا وحدة. ودي الكلمة معا اللي كانت بقت شعار لهذه المبادرة، معا، معا نصلي من أجل الكنيسة لأنها عروس المسيح، مشتهى قلب المسيح، ونصلي بانتظام. يعني ياما زمان يبقى عندنا مؤتمر صلاة وخمس تلاف وست تلاف واحد يجتمعوا اليومين ثلاثة، وبيبقى أسوس قليلين وشعب كتير. المرة دي الحمد لله الأسوس هم اللي كتار، يعني حاجة تفرح القلب كده، تشرح القلب يعني. بس بانتظام، ده اللقاء الثالث، إن كل شهر هنجتمع معا، كل شهر احنا سنواظب على الصلاة معا، معا. لأن كل كنيسة تصلي لوحدها حاجة حلوة، بس لما بنصلي لوحدنا بنصلي لروحنا، بنصلي لكنيستنا، بنصلي لخدمتنا. لكن لما بنصلي معا بنصلي عشان مجده، عشان الملكوت. فبتبقى العروسة بتنادي عريسها، والعروسة بتقول له ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، مش لتكن مشيئتي، مش بارك خدمتي، مش كتر في عدد اللي بيحضروا عندنا في الكنيسة، لا لا لا، صلوات أعظم من هذا بكثير. اعلن مجدك يا رب،
اعلن مجدك، خلي ناس تشوفك، ترقف على شعبنا وأمتنا. فالكنيسة تقف عن أرضها وعن شعبها لتأتي بالاستجابات، لتأتي بالنعمة والبركة الإلهية لأرضها. فالأربع كلمات دول غنية جدا وجميلة للآخر. الكنيسة تصلي معا بانتظام. هذا حلم ربنا اداني أني أعيش وأشوفه بيتحقق. وصلاتي أنه مش بس في القاهرة، لكن احنا النهاردة هنصلي أن يكون في كل مدينة وفي كل محافظة الكنيسة تصلي معا. أمين يا أسيس فكري، أنت المسؤول عن الموضوع ده، بنحملك المسؤولية عشان أنت يعني رابطة الصلاة، صح كده؟ اللي نفسي نبتدي نصلي فيه النهاردة الآية الشهيرة جدا، العهد اللي ربنا قطعه مع سليمان يوم بناء الهيكل وتدشين الهيكل، لما قال له إذا تواضع شعبي. لما يتواضع شعبي يعمل إيه؟ حد عارف بقية الآية؟ وصلوا، ولما صلوا طلبوا هدايا وطلبوا عطايا وطلبوا ميكروباصات وطلبوا مباني، صح كده؟ وطلبوا أراضي يشتروها. لكن لما صلوا، صلوا وعملوا إيه؟ وطلبوا وجهي. وفي رأيي أن دي حاجة مهمة قوي نفهمها، أن علامة التواضع هو الصلاة. لأن التواضع أني بشوف حجمي وبشوف حجمه، بشوف هو الإله الكبير القادر على كل شيء، إله الرحمة، وأنا على قدي. أنا ما أقدرش أعمل له اللي هو عايزه، لكن أقدر أطلب منه فهو يعمل اللي هو عايزه. الكنيسة المتواضعة كنيسة تصلي. الكنيسة الغير متواضعة مش محتاجة تصلي، لأنها بتعتمد على برامجها، خدامها، وعظها، مبانيها، تكييفها. لكن الكنيسة لما بتتواضع بتصلي، ولما بتصلي بتطلب الرب، بتقول احنا عايزينك انت، عايزينك انت تملك في كنيستك، عايزينك انت تجري مشيئتك، عايزينك انت تعملها بايدك فيرجع المجد كله ليك. وخلينا نعترف، خلينا نعترف ان احنا ككنيسة انجلية بصورة عامة الصلاة ما بقاش هو اهم حاجة بنعملها. اجتماعات الصلاة هي اقل حضورا، حاجة جميلة ان النهاردة كنيسة مليانة، وكل المرات اللي فاتت كنيسة مليانة، دي ظاهرة سماوية، صح كده؟ دي ظاهرة سماوية، ده عمل إلهي، دي معجزة ان اجتماع الصلاة الكنيسة مليانة. عارفين ليه؟ عشان معا. لو كل واحد هيصلي لوحده الكنيسة هتبقى منفضة والعدد قليل، وروح الصلاة والتسبيح هيبقى ضعيف. النهاردة التسبيح قرب يهد، خلي بالكم على المبنى يا جماعة، احنا ضيوف مش عايزين نكسر الإزاز بتاع التواضع مهم عند ربنا؟ حاجة تهمه ولا مش فارقة معاه؟ يقاوم الله المستكبرين، اتقالت مرتين دي مش كده؟ في بطرس وفي يعقوب، ومتخذة من العهد القديم. أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. مزمور 138 بيقول كلمات صعبة شوية، بيقول إيه؟ 138 وعدد 6. الشوافة فين؟ لأن الرب عال عظيم ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. تواضعنا بيخلي ربنا يبص علينا. لما بتغيب الصلاة يعني كبرياءنا بيخلي ربنا يعمل ايه؟ يقف بعيد وما نحسش بحضوره في الكنيسة. مش لأنه مش عايز، بسبب كبرياء قلوبنا. الرب عالٍ ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. الآية الثانية الشهيرة إشعياء وأصحاح 57
وعدد 15. هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع والمقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين لأحيي قلب المنسحقين. نفسي النهاردة نيجي بتواضع نقول له شعبك راجع بتواضع يصلي، راجع بانكسار يعطي أولوية للصلاة، راجع تاني يقول لك احنا معتمدين عليك مش على زرعنا، مش على شطارتنا، مش على وعظنا، مش على برامجنا، مش على دراساتنا اللاهوتية، احنا جايين عايزينك وعارفين ان حضورك وسطينا مرتبط بتواضعنا وتواضعنا مرتبط بصلاتنا، فاحنا راجعين عايزين نصلي بتواضع ونطلب وجهك. امين. وقفوا معايا، الوعظة خلصت خلاص، احنا هنصلي بقى. بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك. خلينا نصلي الكلمات دي، خلينا نملأ قلوبنا النهاردة بروح الكتاب دي. إذا تواضع شعبي وصلوا وطلبوا وجهي. احنا مش عارفين نصلي عشان كبرياء قلوبنا، احنا بنطلب من ربنا مش بنطلب ربنا بسبب كبريائنا. احنا هنعرف نصلي لما نتواضع، احنا هنعرف نطلب ربنا مش من ربنا لما نتواضع. بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك. اقولها ايه؟ جايين يا ابانا. جايين يا ابانا اسمع دعانا. بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك. بقلوب محتاجين جايين يا أبانا اسمع دعانا. بتواضع
أعمل كده، حاشا لي أن أخطئ إلى الرب، فأكف عن الصلاة لأجلكم. إحنا لسه مش شايفين قلة الصلوات بتاعتنا دي مشكلة، إحنا مش شايفينها خطية محتاجة نتوب عنها. إن الصلاة ما بقيتش أهم حاجة، بقيت في الآخر، بقيت على الأكل، بقيت قبل الاجتماع، بقيت بننهي بيها الاجتماع. عايز أقول تاني العدد ده، بنتوب قدامك يا رب، بنتوب إن الصلاة مش واخدة مكانها لا في حياتنا الشخصية ولا في حياتنا ككنيسة. عايزين نرجع نصلي كما لم نصلي، عايزين نرجع تاني نواظب على الصلوات، عايزين نرجع تاني نقف على الأسوار والنادي. بنتوب قدامك، بنتوب، جايين النهاردة نتوب ككنيسة ونرجع تاني كنيسة مصلية عابدة للرب. بنتوب قدامك، رابطة الصلاة عبر كل المذاهب بتاعتنا، يقودنا في الدقايق اللي جاية ديت في الصلاة ديت، يصلي نيابة عننا ويخلينا نصلي. الأسيس فكري من فضلك تعالى قدنا في الوقت دوت. خلونا نستريح في نفس الروح اللي كان بيقودنا فيها رب من خلال الأسيس سامح. بصلي ان كل واحد يهدى في محض ربنا ويسأل نفسه اللي احنا سمعناه النهاردة، هل انا متواضع قدامه مكشوف بالكامل قدامه؟ خلونا نستفاد من امانة ربنا إن حتى في أشد مراحل ضعفنا هو جنبينا عشان يقيمنا. عشان كده أنا بصلي النهاردة إن كل واحد مننا يجي عند الصليب ويشوف اتضاع الابن لخلاصنا، بص على ضعفنا وقول له يا رب أنا جاي النهاردة بتوب قدامك، بتواضع قدامك، ما استحقش النعمة، ما استحقش دعوتك، النهاردة يوم شايف ان يكون ممكن يكون بداية انطلاقك لما تتضع قدام ربنا وتقول انا محتاجك، محتاجك تخرجني من الحتة اللي انا سنين بقالي فيها وبلف فيها وتايه فيها،
قول يا رب أنا بتواضع قدامك متكل على نعمتك على عمل صليبك. خلونا كل اتنين جنب بعض نصلي، كل واحد يصلي للي جنبه. كل ما تتمناه لنفسك أن يصنعه الرب فيك صلي لأجل اتضاع أخوك، ونروح صلاة تدب في حياتنا الأيام اللي جاية في كنيستنا. صلي معنا بروح توبة تضعف محضره. خلونا نكمل صلاة، عايزين نعترف مرة ونقول له يا رب عرفنا نعملها بنفسنا وعرفنا نشتغل بنفسنا، وقلنا لنفسنا احنا ناجحين وبقدرة ايدينا فعلنا هذا، لكن احنا عارفين المحصلة كانت أقل جدا من المجهود اللي احنا بذلناه والفلوس اللي احنا صرفناها والساعات اللي احنا قضيناها والحركة اللي احنا اللي عملناها. تعالوا ككنيسة نتوب عن كل مرة خدنا خطوة قبل خطوته وعملنا حاجة مننا من نفسنا. يا رب احنا جايين النهاردة نحط نفسنا قدامك، هنفسي نقف ثلاثات او اربعات واحنا واقفين للطلبة دي. يا رب بنتوب عن كل مرة اشتغلنا من غيرك وحسينا ان احنا نقدر نعملها ونشتغلها من غيرك، وحسينا ان احنا نعرف نعملها من غيرك. واحدة من كلام القديس السامح الكبرياء خلانا ما نتضعش وما نصليش وما نطلبش ربنا. خلينا واحنا واقفين كل ثلاثة واقفين جنب بعض
وأربعكم بنصلي للطلبة دي، جايين نتوب عن كل مرة فيها اشتغلنا من غيرك وقلنا نقدر نعمل. إذا تواضع شعبي وصلوا، تعالوا نصلي. لو واقف لوحدك من فضلك صلي لأجل الكنيسة بتاعتك إنها تمتلئ بالتضاع وطلب وجه الرب الأيام اللي جاية، ويدوب في كنيستك حياة صلاة، روح صلاة تملك كنيستك الوقت اللي جاي، لأن دي القوة الوحيدة اللي هتغير الكنيسة، وجه الكنيسة الوقت اللي جاي اتضاعنا وطلب وجه الرب. دي صلاتك عن نفسك وعن كنيستك. تعالوا نقف ونطلب رحمة ربنا لحياتنا وكنايسنا.
بنرفع اسمك لدينا يلي اسمك دعي علينا ونشتاق لحضورك فينا روحك يعود يملك علينا بنرفع اسمك لدينا يلي اسمك دعي علينا ونشتاق لحضورك فينا روحك يعود يملك علينا تعالى وسينا واسمع يا رب لينا تجرئ عرفينا سيدنا ولينا حقك فينا تفضلوا. ربط الكتاب ما بين الصلاة وما بين التواضع. قضية التواضع دي قضية خطيرة جدا عند ربنا لأن هو وديع ومتواضع القلب. وعلى قد ما الكنيسة متواضعة على قد ما يسكن وسطها. والتعبير الحقيقي عن التواضع هو الصلاة والسجود وطلب وجه ربنا. عايز نصلي لحاجة تانية ليه علاقة برضو بالصلاة. علاقة الصلاة باللي بنسميها النهضة. كل كنيسة بتصلي عشان ربنا ينهضها مش كده؟ بنصلي للنهضة، نهضة الكنيسة ونهضة الشعب ونهضة الأمة. واللي مش عايش عشان يشوف نهضة مش عارف هو عايش ليه، يعني مش عارف، يعني ما عندوش، يعني ما عندوش سبب يعيش. كلمة النهضة عندنا معناها اجتماعات انتعاشية. لا، النهضة يعني واحد قاعد وبينهض. النهضة ريفايفل معناها العودة للحياة. ريفايف حاجة ما بقتش حية وبترجع للحياة. وربط الكتاب ما بين الانتعاش والنهضة، عودة الحياة للكنيسة. ده ما احنا احياء، ما احنا موجودين اهو بنحضر الاجتماعات وبروح مؤتمرات. لا، مستوى الحياة يقاس بالكنيسة الاولى. دي الحياة اللي كان الرب كل يوم فيها يضم الذين يخلصون، اللي كان فيه عدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الايمان، اللي فيها كانت تجرى على ايد رسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب، اللي كان مكتوب عنهم أولئك الذين فتنوا المسكونة. دي الحياة. أقل من كده يبقى احنا محتاجين ايه؟ نهضة. يبقى محتاجين نرجع لمستوى الحياة اللي عاشها المسيح وعاشتها الكنيسة. وكارثة لو احنا قبلنا أقل من كده. يبقى احنا قبلنا نصف حياة ركود. لا، مزمور 85 بيصلي وبيطلب النهضة. الآية الشهيرة اللي كلنا حافظينها، مزمور 85 وعدد 6 بيقول: ألا تعود أنت فتحيينا to revive us. يحصل إيه؟ فيفرح بك شعبك. مفيش حاجة تفرح قد إن ربنا حاضر والكنيسة مليانة بحضوره، فالكنيسة حية وبتفتن المسكون، صح؟ غير كده مش عارف هنفرح بإيه. يعني مش عايز أفرح بخيبتي، أنا عايز أفرح بيه الحقيقة، مش عايز أفرح بخيبتي أنا. قال: تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك، أرنا يا رب رحمتك، أعطنا خلاصك، لأن خلاصه قريب من خائفيه. بصوا الآية: ليسكن المجد في وسطنا. وده اللي حصل.
يبقى احنا محتاجين نهضة. والنهضة بتيجي مش بالنشاط، مش بالمؤتمرات، مش بالاجتماعات، احنا شطار في الحاجات دي كلها. النهضة بتيجي لما الكنيسة بتعمل ايه؟ بتصلي وتقول له ألا تعود فتحيانا، ألا تعود فتحيانا. أي نهضة نسمع عنها في أي حتة في التاريخ، الكنيسة في العالم كله جاءت عن طريق صلوات وطلبات وتضرعات، صح كده؟ ما جاتش بالنشاط، ما جاتش بالنشاط، لأن النهضة عمل إلهي، كل اللي مطلوب فيه إن الكنيسة تطلب فتنال، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. أشهر أصحاح عن الصلاة علمه لنا المسيح لقى 18، مش كده؟ ينبغي أن يصلى كل حين، مش قبل الأكل ولا قبل الاجتماعات ولا في نهاية الاجتماعات، صح كده؟ ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. والقصة اللي خدها الأرملة المظلومة اللي رايحة للقاضي الظالم وبتقول له إيه؟ انصفني من خصمي. لو طبقنا ده على الواقع النهاردة، لو الأرملة دي هي الكنيسة، مين خصمها؟ الأشرار؟ لا، لو الأشرار ده هما موضوع محبتنا واهتمامنا، صح؟ الظروف، عندنا خصم واحد، مين؟ إبليس خصمكم. عندنا خصم واحد، والكنيسة تروح بقى مش القاضي الظالم، تروح للآب وتقول له انصفني من خصمي. ماله خصمك؟ عمل فيك ايه يا كنيسة؟ خد المجد، خد البركة، خد الحضور الإلهي، خد الثمر، خد القوة، ولا لا؟ تروح الكنيسة وتروح لأبوها وتصرخ أفلا ينصف الله مختاري. اللي بيصلوا قبل النوم، اللي بيصلوا قبل الأكل، الصارخين إليه نهارا وليلا ينصفهم بعد حين، صح؟ أول ما الكنيسة تروح للقاضي العادل وتقول له انصفني من خصمي، رد لي المجد اللي اتاخد مني، رد لي النهضة اللي اتخذت مني. يعمل ايه هو؟ يعمل ايه؟ يرجعها لها، يرجعها لها. بس الكنيسة مش كل واحد لوحده. نهضة كنيستي عشان تبقى احسن من الكنيسة اللي جنبها، عشان تبقى مذهبي احسن من المذاهب التانية، عشان يعرفوا الرسولين ان احنا المشيخين برضو روحيين. دي تبقى خيبة تقيلة. لكن الكنيسة بتطلب ان ربنا ينصفها من مين؟ من المذاهب التانية اللي خدت الاعضاء بتاعتها، صح كده؟ من خصمها اللي خد منها المجد. المجد يسكن المجد في وسطنا. لو صرخنا، لو صرخنا هنشوف المجد يرجع تاني، هنشوف نهضة في كل الكنائس، هنشوف آلاف من الناس بتأتي للمسيح في كل المذاهب، هنشوف المجد بيسكن في الكنيسة العامة، مش في كنيسة فلان ولا علان ولا علان. أنا، أنتوا فاهميني؟ أنا هرجع تاني وأقف على الأسوار وهصلي وهفتكر رسالتي وهصرخ تاني وهقف على أسوارك يا كنيسة وهنادي وهنادي لغاية لما أشوف المجد تاني يرجع، لغاية لما أشوف النهضة تانية تيجي، لغاية لما يسكن المجد فيه وسطنا تاني. مش يبقى ربنا بيجي يزورنا في الاجتماعات ويمشي، لا لا لا، يسكن المجد في وسطنا في كل يوم. صلي صلي الكلمات دي، مش مجرد ترنمها. كلمت قلبي فيها من سنين، فاكر
راجع تاني وحضرة ملايين مش آلاف. دربني ربي وخلي قلبي يرجع يرجع يعيش لوحدك من جديد. هرجع هتوب هنهض هقوم افتح عينيا والمس قلبي علشان الناس تشوف فيا يسوع. مش مجرد كلام بقوله لكن اعيش تسبيحة ليسوع. اسهر اصلي فاكر رسالتي واتعلم رب يا شهادة مسحة إرادة وتفيد حياتي دايما بالثمار. احنا كده زي اعلان عايزين نعمل النهارده زي كوميتمنت عهد كده اننا صحيح هنرجع نصلي وهنشجع الناس تصلي وهيكون اللقاء ده نداء في وسط ارض مصر للكنيسه في ارض مصر. يا كنيسه ارجعي على ركبك وصلي وقفي قدام الهك وقولي له انصفني من خصمي. عندنا خصم واحد عنده الخير. رجع لي النهضة اللي انت اديتها للكنيسة الاولى. رجع لي المستوى اللي اعرف اعيش فيه وامجدك يا رب. عايز اسيس نادر عايز اسيس جان اسس شباب كده نيابة عننا ولو ان الاتنين مشيخيين زي بعضه تعالى عايز يصلوا بالنيابة عننا عايزين يصلي معاهم عايزين كل حاجة يقولوها نقول أمين. لو ده بيعبر عنك صلاتهم دي قول أمين بصوت عالي أصرخ معاهم الصرخة دي. جايين يا رب بطلبة واحدة من أجل كنيستك يا رب كنيستك عروستك طلبة وجهك بكل قلبها النهاردة بكل قلوبنا يا رب بكل قلوبنا
متحدين في طلبة واحدة أن تأتي بالمجد في وسط كنيستك في اسم يسوع، لتجري آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. يا رب أنت عايز عروستك عروس مجيدة، عروس مجيدة، عروس مجيدة بلا عيب. تعال نقي كنيستك وجهزها لذاتك والمجدك عروس مجيدة بلا عيب. تعال فيض فينا يا روح الله، فيض في كنيستك يا روح الله. جايين متشعلقين فيك، متعلقين بيك. انت قلت لأنه تعلق بي ونجيه. جئنا نادي يا رب على الكنيسة ونصرخ إليك، صارخين إليك يا رب أن تنصف كنيستك في هذه الأيام في أرضنا يا رب. انصف الكنيسة يا رب، تمجد في وسط الكنيسة. إبليس خصمنا كأسد زائر، لكن الذي فينا أقوى من الذي علينا. بنعلن قوتك، بنعلن حضورك، بنعلن مجدك، بنعلن سلطانك، بنعلن اسمك فوق كل اسم. كنيستك تكون نور يا رب، تكون نور تطرد كل ظلمة، كل موت، كل أمر ليس منك. كل حق للكنيسة يا رب ترجعه ليها مرة تاني. النهضة ده حقك في وسط كنيستك يا رب، أنها تكون كنيسة ناهضة. دي كنيستك، لا تقبل، لا تقبل أبدا أن كنيستك تكون كنيسة ضعيفة. نعلم بالإيمان كنيستك كنيسة تنهض وتقوم وتكون جيش عظيم جدا في اسم يسوع. تحيا هذه العظام، تحيا هذه العظام، تحيا هذه العظام، وتكون جيش عظيم جدا، جيش عظيم جدا يفتن أرضنا ويعلم ملك يسوع المسيح في وسط أرضنا. منتظرينك، منتظرينك، وما خاب منتظرك اسم يسوع. يا رب جايين مرة تانية نتعلم تاني الانتظار، جايين يا رب تاني نبطأ خطواتنا ونخليك انت يا رب اللي تسبق، يا رب انت يا رب اللي تسحب كنيستك، انت يا رب اللي تذهب يا رب الى العالم والى النفوس والى يا رب الناس اللي محتاجة يا رب حضورك يا رب في حياتها. اسبقنا يا رب واسحبنا احنا يا رب وراك، شعبك العامل يا رب مرضاتك، شعب اللي مستني يا رب يشوف المجد اللي انت يا رب عايز تضعه في أرض مصر. يا رب بنصلي من أجل يا رب بلادنا، من أجل يا رب بيوتنا، من أجل يا رب أسرنا، من أجل يا رب الناس يا رب اللي تعبت واحتارت ومحتاجة يا رب أنه تشوف سكيب روحك يا رب وهو يعمل يا رب فيها. يا رب تعالى قدنا يا رب، احنا يا رب عارفين انه احنا اوقات كتير عملنا برامجنا وانشطتنا واهدافنا وما استنيناكش انت يا رب انك انت تتمجد يا رب في وسطينا. يا رب بنعلن مرة جديدة اني هذا الكنز، الكنز الذي لنا هو في اواني خزفية. احنا خزف، احنا خزف يا رب، ومستنينك انت يا رب لتظهر كنزك، اظهر جمالك يا رب في كنيستك. انت اللي تعمل يا رب الحاجة المميزة اللي فيها، مش احنا. انت اللي تميزنا يا رب بمسيرك معنا يا رب، نمتاز عن باقي الشعوب من حولنا يا سيد. يا رب جايين يا رب طالبين وجهك، جايين بتواضع مرة جديدة يا رب قدامك. يا رب ليس لنا يا رب، ليس لنا لكن لاسمك يا رب أعطي مجدا يا سيد، تمجد في وسطنا. أنا أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك، ألا تعود أنت فتحينا. أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك. Yeah.
هللويا. عايز اكمل على اللي بدأ القسيس سامح. احنا فعلا من النهاردة عايزين يبقى في نداء في كل ارض مصر، دعوة لنهضة الكنيسة من جديد، نهضة تبدأ ولا تنتهي الى مجيئه. من يقول امين معايا؟ بس خلينا اشارككم بحاجة هنصلي بيها. في من وقت طويل كان ربنا كلمني في تكوين 30 عدد واحد، ورحيل بتقول لي يعقوب هب لي بنينا وإلا فأنا أموت. وفاكر كويس ربنا قال لي شايف رحيل هي بتطلب من شخص غلط، هو ذنبه إيه يعقوب بالقصة؟ مش قصة يعقوب خالص، وتطلب طلب شخصي ليها، بس شايف التوجه بتاع القلب بتاعها. قلت له ايه يا رب؟ قال لي بالنسبة لها استجابة الطلبة دي يتحصل يتموت. قال لي كم مرة صليت روحيا بالروح دي؟ حسيت اتخضيت يعني. لا ما بنصليش بالروح دي طبعا، احنا ممكن نبقى في الاجتماعات او في اي وقت يا رب اعمل كذا معانا وندعوك ان تصنع هذا، ولو ما صنعتش احنا مكملين برضو والدنيا بخير وعايشين عادي يعني، عشان كده ما بناخدش وما بنشوفش، لان مفيش الروح دي. روح فيها بقول له النهضه بالنسبه للكنيسه، بالنسبه لنا كشعب كجيل في هذا الزمن، عايزينها تبقى من النهارده بالنسبه لنا مساله حياه او موت، لانه بدونها احنا ميتين. احنا مش عارفين نؤثر، احنا مش عارفين نغير في العالم، حتعبانين وبنصارع صراعات رهيبة ومتألمين ومش عارفين نبقى بركة، واحنا مدعوين نكون نور وملح في الأرض. عشان كده نفسي النهاردة ربنا يعمل حاجة جوانا يدينا التوجه ده. يعقوب قال له لن أطلقك، أنا مصر. الموضوع بالنسبة لي مش أمنية، مش يا ريت، يا سلام لو ربنا يعمل نهضة تبقى حاجة جميلة، ولو ما عملش كله تمام، برنامج الصيف شغال وبرنامج الشتاء شغال وكله شغال واحنا عاملين خطط خمسية ومظبطين الدنيا وكله ماشي، ما تقلقش علينا. هو ده المشكلة. لا، أنا بالنسبة لي هقول للرب مش هنسيبك، مش هنسيبك، احنا محتاجين لك بجد. احنا مش جايين نقول صلوتين ونروح وخلص الموضوع، احنا مش هينتهي الاجتماع ده وخلصت. احنا واحنا في البيت، احنا في خلوتنا، احنا في كنايسنا، احنا هنقول لك زور مصر يا رب، تعال بنهضة على كنيسة مصر يا رب، افتقد شعبك في أرض مصر يا رب، تعال بنهضة حقيقية على الكنيسة، حاجة مش طبيعية برا ايدينا برا ترتيباتنا، ونشوف مجدك بيملى الكنيسة، ونشوف ناس بتتغير، نفوس بتتحرر، نفوس بتحيا وتقوم، ونشوف شفاءات وتغيير وخلاص نفوس بعيدة، ومجدك يملى البيوت ويملى الكنيسة. مين يقول أمين معايا؟ أنا عندي الطلبة دي هنصليها. ولع قلوبنا بعطش يبدأ من هذا اليوم. هالنداء اللي نداه النهاردة في وسطينا القسيس سامح هنكمل عليه، ما خلصش بانتهاء الاجتماع ده، هنروح ونقول له مستنيين نهضة تيجي على أرض مصر يا رب، وهنمشي في الشارع وإحنا رايحين الشغل وإحنا في البيت هنقول له مش هنبطل نصلي، هنعمل إزعاج للسماء، هنعمل إزعاج للسماء. أسألكوا سؤال، هي دي طلبة مشروعة ينبسط بيها ربنا ولا تضايقه يعني بره مشيئته؟ مش دي مشيئته؟ وهو قال لنا صلوا وتكن مشيئتك، اهو دي مشيئته. تيجوا نتحد مع بعض، تعالوا نعمل الطلبه دي مع بعض. عايز تقف وانت قاعد، بس تعالوا كلنا نادي عليه، المس قلوبنا النهارده بقوه فنعطش للنهضه ونشتاق للنهضه وقلبنا يولع بنار تبدا من هذا اليوم. يا رب حط ايديك على كل حد موجود هنا او بيتابعنا، لمسه لكل قلب
بقوة، عطش قلوبنا، جوعنا، ارسل جوع وعطش في أرواحنا، فنقف ونقول لك لن نطلقك، لن نطلقك، مش هنسيبك. الموضوع بالنسبة لنا مش أمنية، الموضوع بالنسبة لنا مش موضوع لطيف لو حصل هننبسط، موضوع بالنسبة لنا حياة أو موت، حياة أو موت. مش هنكمل كده. مين هنا يقول له مش هنكمل كده معايا؟ ارفع ايدك وصلي، قول للسماء، بص على رأس الكنيسة يسوع وقول له احنا مش ناويين نكمل كده، احنا مش عاجبنا اللي احنا موجودين فيه ده، احنا بنصرخ ونقول لك تعالى 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 لكنايسنا، تعالى بنهضة حقيقية ليسكن المجد أرضنا. عايزين نراك 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 نراك، عينينا كنا تشوفك يا سيد الرب. يلا امسك فيه النهاردة وابدأ الصلوة دي، قوله لن نطلقك. كنيسة كلها في أرض مصر تقول للرب مش هنسيبك، لن نطلقك، احنا هنلزمك زي تلميذي عمواس فألزماه، احنا هنلزمك، هنقول لك لازم تخش، لازم تملك، لازم تسود، لازم مجدك يعلن، لازم اسمك يتعظم، لازم العيون تشوفك والودان تسمع صوتك يا رب. ارسل جوع وعطش غير عادي يا رب، ارسل جوع وعطش في قلوبنا رهيب، ولع قلوبنا بنار مقدسة هذه الليلة يا رب. نعطش لشخصك، نعطش لحضورك، نطلب حضورك، نطلب وجهك، نطلب نهضة، افتقاد إلهي، نطلب زيارة فيها تأتي ولا تفارقنا. يسكن المجد أرضنا، يسكن المجد أرضنا، يسكن المجد أرضنا، يسكن المجد كل كنيسة في بلادنا يا رب، بكل المذاهب باسم الرب يسوع. ولا كنيسة يا رب، ولا كنيسة ولا اجتماع يا رب إلا وتيجي بروحك عليه بقوة غير عادية وتنهض يا رب، تنهض ملايين في اسم يسوع. كنيسة ممتلئة من الروح، كنيسة مصلية، كنيسة يرى مجدك فيها بقوة غير عادية. هاللويا، الهب قلوبنا بعطش غير عادي الليلة يا رب، ادينا الإصرار ده، لن أطلقك، لن أطلقك، لن نطلقك يا سيد الرب. احنا محتاجين لك قوي قوي قوي، احنا محتاجين لك قوي في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. ارسل عطش رهيب على كنيستك وشعبك يا رب، ادينا روح المثابرة نصر قدامك، ادينا قلب إلي اللي كان بيحط راسه بين ركبته ويصلي ويقول لك مش هبطل صلاة غير لما المطر يجي. يا رب ككنيسة بنقول لك النهاردة مش هنبطل صلاة إلا لما تيجي بنهضة في بلادنا يا رب، مش هنوقف صلاة من النهاردة، من النهاردة مش هنوقف صلاة قدامك. نهضة تغمر كنايسنا وبلادنا، افتقاد إلهي غير عادي في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى
أخيرا مسيب الفرصة الحباء هنا في أبطال للرب. العدو فعلا زي ما كان بيقول السامح ربطهم وسحبوا ووقعوا، كانوا حلوين. أنا متأكد كل حد فيكم ربما قدامه اسمه 2 و10. احنا عايزين نصلي لأجل النهضة تصل للنفوس دي، ولاد للرب بعدوا ضعفوا، كان عندهم رؤية، كانوا حلوين وحبطوا يا عيني، ربما تعثروا، ربما مروا بأوقات صعبة وشكوا، وربما اتلخبطوا وتاهوا، وربما الخطية والعالم وقعوا مش قادرين يقوموا. أنا بقول تعبير مش قادرين يقوموا، مش قادرين يقوموا. ممكن الكنيسة تعمل صلوة وتقول له أخواتنا الأبطال اللي كانوا في وسطينا، واللي ربما بعضهم في وسطينا بس تعبان يعني مش قادر يرفع راسه، مش قادر يقف، معيا معيا فاقد القوة. استاذنكم نقف كلنا الصلوة الأخيرة دي كده مع بعض، يلا وهنصرخ كل 2 3 تعالوا نعمل ده، نقول له رب أبطالك أبطالك ولادك اللي وقعوا في الطريق، كل 2 كده مع بعض، كل 3 تعالوا نصرخ للرب، يا رب نادي عليك النهاردة، نادي على الأبطال دول، انهد الأبطال دول، انهد الأبطال لضعفه، تعال على كل حد بعد، رد كل رجلين تاهت وضاعت في الطريق، صح الأشواق،
صح القلوب من جديد، الهب القلوب اللي بردت يا رب. تعال على كل معية، تعال على كل حد شاعر بالإعياء، الحق أبطال ليك يا رب، انقذ أبطال ليك يا رب. نادي عليهم، نادي عليهم، نادي عليهم يا رب، يعودوا تاني، يرجعوا تاني، يرجعوا تاني يا رب. كل جبار بأس ليك، كل ابن وبنت ليك ضعف، تعب، احبط، فشل، حط ايدك في ظهر ولادك، قوم، قوم المنحنيين يا عاد الساقطين، يا مقوم المنحنيين. تعالى تعالى يا رب، تعالى لكنيستك ولادك اللي تعبوا وضعفوا وقعوا في الطريق. انتشل يا رب، انتشل أبطال ليك يا رب، انتشل شباب وشابات، رجال وسيدات، خدام، قادة. العالم ابتلحهم، اتلخبطوا، اتقيدوا، اطلق الأبطال يا رب في اسم رب يسوع. حرية وإطلاق، انتشال باسم رب يسوع. لكل معية ياخد قوة، لكل اللي فشل يقوم من جديد ويتشجع. انعش أولادك، التراب اللي جاي علينا يتشال باسم يسوع. رد الكنيسة تقف تاني مليانة أبطال ممتلئين من الصلوات والروح القدس. خلاص في المنحنى الأخير، إن شاء الله الرب هيجمع شعبه، هيستضيف شعبه، هيستضيف كل المذاهب، كل أبنائه في اللقاء القادم في الكنيسة الإنجيلية في قصر الدبارة.
يوم 7 و8 أبريل في مؤتمر للصلاة. هيبدأ هذا اللقاء يوم الجمعة الساعة 10 صباحا يوم 7 أبريل، وهيفضل طوال اليوم، ويوم السبت هيكون صباحا فقط من الساعة 10 حتى 2 بعد الظهر. حاجة تانية قبل ما ناخد آخر فرصة للصلاة، ككنيسة هنا في مصر الجديدة عايزين نخدم القديسين بأننا حطينا صندوق لطلبات الصلاة. أي حد، أنا عارف النهاردة الطلبات بصورة عامة للكنيسة بصورة عامة، لكن أكيد في ناس مننا عايزين طلبات خاصة. أنا جات لي جواب طويل في أكتر من 20 طلبة، واحد بس الطالب 20 طلبة. فممكن النهاردة بعد انتهاء العبادة، بعد انتهاء اجتماعنا، أي حد عنده طلبة صلاة ممكن يحطها في صندوق الطلبات اللي قدام هنا هو. وإحنا ككنيسة نحب ونتشرف أننا نقدم على مذبح الصلاة كل طلبات القديسين أحباء الرب. كل أسبوع بيبقى ليا فرصة أن أنا أخد طريق صلاح سالم، وأنا رايح وراجع من كلية لاهوت. بيبقى عندي محاضرة في كلية لاهوت كل يوم 3، النهاردة الصبح يعني كان عندي محاضرة. واللي يعرف طريق صلاح سالم في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عارفين بتاع اللي هو اللي بيعد المواليد، العداد قرب يقفل. أنا كل أسبوع تقريبا، مش بعد يعني، لكن بألافات، الرقم بيعد ألافات من المواليد. وغالبا في بلدنا يعني بسبب ربما في بعض الأحيان ضعف العناية الطبية، فكمان عدد الوفيات بيزيد، لكن عدد المواليد أكتر بكتير جدا 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 من عدد الوفيات. وبالتالي بقت بلدنا السمة الغالبة أو الشريحة العظمى فيها هي شريحة الشباب. كم، أنا عارف كلنا شباب عشان بس ما حدش، كم واحد شاب أقل من 30 سنة هنا موجود في الاجتماع؟ ممكن تقف من فضلك، أقل من 30 سنة، أقف 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 أقف. ممكن أديهم تحية شباب الشباب اللي زي الورد اللي موجودين معانا النهاردة. غالبا 75% من شعبنا في سن الشباب، وجزء كبير من خدام الله اللي صنعوا فرقا في التاريخ كانوا شباب. يوسف، إسحاق، داود، نحمية، دانيال، وأعظم الكل، أعظم الكل، الرب يسوع اللي مات عنده 7 ضعيفة للرب يسوع دي. الرب يسوع ليه كل المجد، صنع التغيير في التاريخ كله هو عنده 33 سنة. يرى شبابكم رؤى، واحدة من علامات إتيان ملكوت الله في المسيح يسوع في الكنيسة في كل العالم حتى يومنا هذا. عشان كده أنا نفسي ناخد الفترة الأخيرة دي ديت علشان حبايبنا الشباب اللي زي الورد دول، نصلي علشانهم. نفسي ان احنا نصلي، كل واحد يحني راسه دلوقتي، من فضلك صلي علشان شباب في دائرة حياتك. ربما يكون الشباب دول اخواتك في الجسد، ربما يكون الشباب دول اولادك وبناتك في الجسد، ربما يكون الشباب دول أولاد وبنات بتخدمهم في الكنيسة،
نفسي كلنا قبل ما كل اتنين يصلوا مع بعض، لكن نفسي نركز كل واحد واحدة فينا في دائرة الشباب في حياته، يقول يا رب أذكر فلان وفلان وفلان، افتقد فلان وفلان وفلان بنعمتك. عايز أقول لكم أحبائي إنه أي شاب بدون المسيح هو مسكين، أيا كانت حالته الاجتماعية، أيا كان مستوى تعليمه، أيا كان اللي في جيبه، راكب عربية ولا مش راكب عربية، أي إنسان بدون المسيح هو مسكين. عشان كده صلي من فضلك علشان شباب أسرتك، صلي علشان ابنك وبنتك اللي ربما انت فقدت فيهم الامل. السيد سامح كان بيتكلم عن النهضة، قل له يا رب اعد الحياة لابني وبنتي، اعد الحياة يا رب للاولاد والبنات اللي بخدمهم. أصرخ في قلبك للرب لأجلهم. يا رب يا رب الشباب في البيوت يا رب، يا رب الشباب في الكنائس يا رب، الشباب اللي برا الكنائس يا رب، كلهم كلهم محتاجين لك. يا رب الشباب المسكين اللي بيواجه كل يوم يا رب مخاطر متعددة وتحديات مرعبة، يا رب الشباب والشابات يا رب اللي كل يوم يا رب بيعدوا في تجارب محرقة على كل المستويات يا رب، شباب والشابات اللي بيعانوا يا رب من كل أنواع الاستغلال يا رب بنحطهم قدامك. يا رب الشباب والشابات يا رب اللي بيعانوا من كل أنواع المحاربات العنيفة بنحطهم قدامك. يا رب الشباب والشابات اللي بيحاربوا من التفاهة والسطحية والرغبة الشديدة في المتعة، يا رب بنحطهم قدامك. يا رب الشباب والشابات اللي تعبوا أهاليهم، يا رب بنحطهم قدامك. يا رب الشباب والشابات يا رب اللي باعوا القضية، اللي باعوا قضيتك يا رب بنحطهم قدامك. يا رب الشباب والشابات يا رب اللي تقريبا فقدوا أو كادوا يفقدون إيمانهم، اللي هم يا رب على حافة يا رب الإلحاد أو على حافة تغيير انتمائهم، يا رب بنحطهم قدامك. يا رب انقذهم يا رب، يا رب يحتاجون إلى تدخل إلهي، يحتاجون إلى افتقاد إلهي. يا رب حاولنا معاهم كتير، حاولنا معاهم كتير وعملنا بدل البرامج 20 برنامج، لكن الحقيقة يا رب هم محتاجين لك أنت يا رب. يا رب بنصلي لهم، يا رب بنتضرع لأجلهم، يا رب بنصرخ يا رب لأجلهم. من فضلك يا رب افتقدهم، من فضلك ارحمهم، من فضلك ارحم أهليهم يا رب، ادي أهليهم يا رب ان هم يشوفوا أولادهم وبناتهم وهم بيرجعوا لك، فرح قلبهم يا رب المنكسر عليهم يا رب.
يا رب في اسم يسوع. يا رب كل الشباب والشابات يا رب المضروبين بأمراض سواء جسدية أو روحية أو أخلاقية، يا رب من فضلك افتقدهم بنعمتك يا رب، يحتاجون ليسوع المسيح، يحتاجون ليسوع المسيح. نفسي كمان الوقت اللي جاي أحبائي كل اتنين أو تلاتة خلينا مرة تانية نتحد لأجل الأسر الشابة اللي بيضربوا بالانفصال وبيضربوا بالطلاق وبيضربوا بالمشاكل الزوجية. من فضلكم من فضلكم كلنا نتحد كل اتنين أو تلاتة نصلي علشان الأسر اللي فعلا بتحارب من إبليس محاربة شديدة جدا. أصرخ لأجلهم، أصرخ لأجل هذه الأسر. خلونا أحبائي نقف مع بعض وإحنا بنختم يومنا، إحنا بنختم هذا اللقاء المبارك للرب تمجد فيه والربنا أشبع قلبنا بيه. مش ممكن أبدا نختم اللقاء ده من غير ما نصلي لأجل هذا الوطن، التراب اللي إحنا عايشين عليه والسمة الغالبة دلوقتي. السمة الغالبة هي الكلام السلبي، السمة الغالبة هي الكلام السلبي، هي ان الواحد بسهولة يعني يقول هم غلطانين، هم مفروض يعملوا، هم مفروض يبنوا او هم مفروض ما يبنوش، هم مفروض يقللوا او مفروض ما يقللوش، هم. لكن شعب الرب محتاجين يصلوا علشان هم دول، زي ما الكتاب المقدس بيأمرنا تقام طلبات وصلوات للمسؤولين. الرئيس محتاج صلاة الكنيسة على فكرة، رئيس الوزراء محتاج صلاة الكنيسة، وزير الدفاع محتاج صلاة الكنيسة، وزير الداخلية
محتاج صلاة الكنيسة، وزير التموين محتاج صلاة الكنيسة، محتاج صلاة الكنيسة. رب يدي حكمة، رب يدي نعمة، رب يحفظ بلادنا. صلينا سنة 2013 وحدثت المعجزة، والكنيسة تصلي سنة 2023 بعد 10 سنين وتحصل المعجزة، والرب يفتح طريق من حيث لا ندري. الرب يفتح طريق من حيث لا ندري. خلينا نصلي كلنا، نتحد شعب الرب يصلي لأجل بلده. نصلي لأجل بلادنا يا رب، نصلي لأجل وطننا اللي بيأوينا، نصلي لأجل تراب هذا البلد يا رب. بنصلي لأجل الرئيس السيسي يا رب، نصلي إنك تحميه وتديله نعمة وتديله حكمة وتديله رؤية ثاقبة، تبعد عنه مشورة أي شرير، وتديله الحكمة السماوية لقيادة البلد في هذه الفترة الصعبة. بنصلي رب لأجل كل المسؤولين اللي اتعودنا ان احنا نرمي عليهم المسؤولية، احنا بناخد المسؤولية دلوقتي، بنقولك يا رب من فضلك حكمهم، نور عينيهم، نور طريقهم، اديهم القرارات المظبوطة في الوقت المظبوط. بنصلي لأجل كل من تضرروا بسبب الأزمة الاقتصادية يا رب، يا رب من فضلك كل اللي فقدوا وظائفهم، كل اللي قفلوا مشاريعهم، كل اللي فقدوا رؤوس أموالهم، كل اللي خسروا حاجة في الأزمة دي، من فضلك يا رب افتقدهم، شبعهم بيك أولا يا رب، طبطب عليهم، احميهم وانقذهم وخلصهم يا رب. يا رب انت صاحب المعجزات، انت يا رب تصنع لك في القفر طريقا يا رب، انت تفجر لنفسك يا رب مفاجر مياه في الارض القاحلة يا رب. منتظرينك، شعبك منتظرك. نصلي لاجل كل اخواتنا يا رب، نصلي لاجل كل شعبك، نصلي لاجل احبائنا المسلمين يا رب وهما بيصوموا شهر رمضان يا رب. نصلي يا رب لاجل انك يا رب تبارك بلادنا، نصلي يا رب انك تبارك بلادنا. فضلك رنم، صلي، اصرخ هذه الكلمات، بارك بلادي، بارك بلادي. يا سامع الصلاة، يا سامع الصلاة، بارك بلادي.
بنشكرك، احنا بنباركك لانك جمعت حواليك شعبك. نشكرك لانك في كل مرة، في كل مرة لا يخزى ابدا منتظروك. نشكرك لانك انت سامع الصلاة الذي اليه يأتي كل بشر، واحنا رب بفم واحد بنردد الصلاة التي علمنا ان نرفعها الرب يسوع. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن نعمة ربنا ومخلصنا وسيدنا وملكنا وربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون معنا ومع كنائسنا ومع بيوتنا من الآن وإلى الأبد. آمين.